إنه ميدو حماه تعب، نزل له من الساحل الشمالي علشان يشوف له مستشفى. حماه يبدو إنه هو عنده نوع من أنواع الكانسر وفي مشاكل في الرئة، فميدو كان عنده مشكلة إنه هو بيقول إن ده في العيد، ولف على مستشفيات كتيرة، المستشفيات الطوارئ فيها ما فيهاش أطباء، فما قدروش يستقبلوا حماه وكان عنده مشكلة. طبعا الأمر اللي كان مخلي ميدو غضبان جدا، وميدو كتب عمل فيديو غاضب جدا وعمل بوستات غاضبة جدا، لأنه طبعا الوضع كان بالنسبة له حرج جدا، لو مش لاقي مكان يودي فيه يعني حماه. معانا أحمد حسام ميدو. أهلا. طيب معانا الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عمر. أهلا وسهلا بحضرتك. إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ إيه موقف نقابة الأطباء؟ طيب أولا بس أعلق على المقدمة اللي حضرتك قلتها. إحنا مع نقابة الأطباء ما عندناش معركة مع أشخاص، سواء اللاعب اللي قلت حضرتك اسمه أو غيره. وتاني حاجة ان احنا كأطباء بنتعامل مع المرضى بدون اي اعتبارات، لا فلان وزير ولا فلان غفير ولا حما لاعب ولا قريب حد مسؤول ولا غفير، كله عند الطبيب هو حالة مريض. تمام. الحاجة التانية بس خلينا نفصل بين اهانة وجهت من احد الاشخاص لعموم الاطباء او معظم الاطباء، وبين نقد للمنظومة الصحية. تمام. نمرة واحد، الهجوء أو الخطأ أو السب والقذف في حق الأطباء ده إحنا توجهنا به للجهات القضائية المسؤولة عن التحقيق، ومثبت فيه لأن اللاعب ده قال في الفيديو إن معظم الأطباء ما عندهمش ضمير والقطاع الطبي بايظ. والحقيقة ده رغم اهتراء المنظومة الصحية وسوء الإمكانيات داخل المنظومة، لكن الكلام ده غير صحيح. والدليل على ذلك الدولة نفسها والدول الغربية اللي أشادت بالمنظومة الصحية وبثبات المنظومة الصحية أثناء جائحة كورونا، اللي هي جائحة كورونا اللي هدمت أنظمة صحية في دول متقدمة في مصر. وكان الكلام ده كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وكل المسؤولين، إن أهم كان عامل في ثبات المنظومة الصحية أثناء جائحة كورونا هو الفريق الطبي. يعني ايه الحاجات اللي انتوا واخدينها على ميدو في البيان؟ هنتكلم يا فندم، هو بيقول انه جاء من حماه تعبان وجاء من الساحل ولف على المستشفيات مفيش اطباء. الحقيقه المستشفيات اللي لف عليها لانه في العيد، هو ميدو بيقول انه عيد والاطباء اجازه. خلينا نتكلم منطقي يا استاذ عمرو. على حسب الفيديو المفهوم واللي قايله هو ان هي مستشفيات خاصه. تمام. المستشفيات الخاصه دي مستشفيات بتتلقى مقابل الخدمه. هل هي فاتحه مثلا المستشفيات وما فيهاش اطباء عشان مثلا تصرف كهرباء او تصرف عماله وفاتحه كده وخلاص احنا ما فيهاش اطباء؟ هو قال بلسانه انه وجد حاله حرجه ما رضوش يدخلوها في المستشفى الخاص، حاله حرجه ما رضوش يدخلوها المستشفى الخاص الا ما دفعوا 10,000 جنيه. معنى كده ان في اطباء، قال هو الاطباء الصغيرين. الحقيقه يعني تفضل الاطباء الصغيرين ده هو الحقيقه ده نسبي بالنسبه للحد بره المنظومه. الاطباء الشباب هم القائمين على النظام الصحي في مصر والقائمين على النظام الصحي الحقيقه في دول لا وفي الطوارئ بالتحديد، في الطوارئ بالتحديد اغلبهم بيبقوا شباب. اتفضل. بالضبط. فاذا كنا عايزين حد، يعني هو عايز حد معين راح بحال الطوارئ، وعايز حد معين عايز الاستاذ عمرو اديب، مش عايز حد معد او مذيع موجود. لا دي حاجه ترجع الاستاذ عمرو اديب الاستشاري الحد الاطباء الكبير، من حقه ان هو ياخد اجازه، لكن في طبيب بيقوم بالخدمه في المستشفى. والدليل هو قال ان في حاله حرجه دخلت قدامه وقال ان في اطباء صغيرين. الحقيقه عايز اقول لك ان من كام شهر تقريبا في اخر ديسمبر وحضراتكم في الاعلام تناولت هذه القصة، فريق طبي من الشباب قام بأول عملية زرع كبد في كوت ديفوار. تمام. عمل له تشريف رئيس الوزراء. يعني أرجو إن إحنا بس إيه ما نتكلمش على يعني في بديهيات. الطبيب المصري بديهيات. طبيب محترم، طبيب شاطر، طبيب جيد، خلاص حط ده على جنب. يبقى اتفقنا. انت عايز إيه المشكلة؟ عايز فلان. المشكلة إن هو قام بالسب والقصف لجموع أطباء مصر، قالها بنفس اللفظ
معظم اطباء مصر ما عندهمش ضمير. تمام؟ دي حاجه احنا خدنا الاطار القانوني فيها وتقدمنا ببلاغ للنائب العام، وخبرك على حسب ما يحقق فيها الكلام بقى اللي قاله هو موضوع ان المنظومه الصحيه بايظه والقطاع الصحي بايظ، وقرار القانون بتاع الطوارئ هو قرار رئيس الوزراء 1063 لسنه 2014 بعلاج الطوارئ لمده 48 ساعه على مجانا على حساب الدوله، دي لا يساهم فيها الاطباء. تعالى انت مش محتاج على فكره ان انت تجيب توكيلات، ومش محتاج ان انت تعمل الشغل الاعلامي ده، تعالى نقعد مع الاستاذ عمرو اديب على ترابيزه وانا اوضح لك المنظومه الصحيه كلها في ربع ساعه ونص ساعه، وتعرف توجه مين، تروح تتكلم مع رئيس مجلس النواب، تروح تتكلم مع رئيس الوزراء، تروح تتكلم مع رئيس الجمهوريه. طب خلينا نطلع بالموضوع، خلينا نطلع بالموضوع شويه يا دكتور. ما نطلع بالموضوع، هو ده اساس الموضوع، هو بيتكلم على في جزئيتين، في سب وقصف احنا قمنا قدمنا بلاغ، في قطاع صحي وامكانيات متدهوره الحقيقه اللي مسؤول عنها الحكومه. هو بيقول مفيش دوله في العالم، هو مفيش دوله في العالم لا لا مرتب لها الكره دي واحده بعد اذن حضرتك دي واحده حكومه تمام. ايه هو بيقول لك انا رحت مستشفيات خاصه احنا مقتدرين ونعرف مال الحكومه ومال الموضوع لا ثواني وهي المستشفيات الخاصه تحت سلطه مين؟ رقابه مين يا فندم؟ والمستشفيات الحكومية راحت مين؟ الأستاذ لو عدى على مستشفى الحسين الجامعي، لو عدى على مستشفى العالمين، كان رئيس كان الوزير الصحة بيمر قبلها بيومين، والإعلامي شريف عامر قال بنفسه أنا رحت مستشفى العالمين في حالة قبل العيد ما كانش فيه مرضى، بعد العيد كانت مرضى والدكاترة موجودة والطقم كله موجود، أنا أستاذ في طب الأزهر مكلمني يوم العيد وهو داخل مستشفى الحسين. ايوه دي مستشفيات الحكومه، ميدو كان بيتكلم على ان تجربته كانت مع مستشفيات خاصه. تجربته في مستشفى خاصه يا فندم مفيش، هو قايل بعظمه لسانه في اطباء صغيرين، المستشفى الخاصه ده تعاقد ضمني، انت دخلت المستشفى في حاله طوارئ، انت لست ان انت يعني ملزم المستشفى ان هو توفر لك سين من الناس عشان تروح تتصور سيلفي معاه وعشان تدفع علاج تمعافين، لا توفر لك طبيب مؤهل لاستقبال الحاله. هو الراجل بيقول لك انا ما لقيتش الدكاتره اجازه. هذا كلام بلسانه، هو بيكذب نفسه. اذا كان بيقول لحضرتك انا وجدت حاله طوارئ ما رضوش يدخلوها المستشفى الا ما خدوا 10,000 جنيه، يبقى ازاي يا فندم ما فيش اطباء؟ بيقول ما فيش غير الاطباء الصغيرين، انت عايز وزن كام طبيب؟ يعني انت بتوزن، انت كلاعب سابق وكحد بره المهنه بتوزن الطبيب بقد ايه؟ لا يعني هو الحاله اللي معاه لأنها معقدة شوية ومركبة طبيعي، ده راجل قريبه وحماه وبتاع، فكان محتاج ان هو الحالة الحرجة دي ممكن يلقى طبيب يستطيع ان هو يتعامل معها، دي وجهة النظر اللي بتبقى عندنا كلنا. فندم قبل العيد بيومين استاذ قلب في المنصورة، استاذ قلب 62 سنة يعني حد كبير اهو في السن، واخد بالك، عشان استجاب لحالة طوارئ وراح معاها الحالة توفيت، اتشرح 68 غرزة يعني. لا هي لا هي ما هي انا عايز اعرف ما لا لا دي واحده دي ما احنا مش عايزين نقف عند الحالات الشاذه يعني، ما تجيش تقول لي اصل في دكتور مننا حاول ينقذ فما لا هو المفروض مش ده المبدا انه ما يموتش ولا حد يشرحه ولا اي حاجه من الحاجات دي. لا يا فندم الاهتراء الحقيقه اللي في مصر زي ما انتوا بيقولوا الرياضيين بقى في 100 مليون مدرب و100 مليون لاعب، بقى في 100 مليون طبيب. الحاله بتاعه الدقهليه ده تفاقم طبيعي ليه؟ نتيجة الشحن الإعلامي، وأن أي حد بيتكلم في أي حاجة بدون علم وبدون دراسة وبدون دراسة للموضوع نفسه والقضية نفسها، هو بيقول أن ما فيش أطباء. هو الحقيقة المقولة دي مش حقيقية بس هتتحقق يا أستاذ عمرو، هيجي وقت بهذه التصرفات الحقيقة وهذا التعامل مش هتلاقي طبيب في مصر. احنا دلوقتي معدل 11 طبيب في اليوم بيستقيل من الحكومة، احنا دلوقتي في حوالي 150 طبيب بره مصر. احنا عارفين أزمة الأطباء عندنا في مصر، اللي بيقول ما فيش دولة محترمة. احنا عندنا في مصر لاعب الكرة راتبه الشهري بيساوي 300 راتب طبيب، بيساوي راتب 300 طبيب يعني مدرب يعني الكرة. يعني يا مدرب دكتور الكرة اللي جابوه الأهلي دلوقتي يا دكتور سيبك من مدرب الأهلي عشان الأهلاوية هيزعلوا،
دلوقتي. لا والزملكاويه واللاعب اللي اسمه زملكاوي. لا لا دلوقتي بس يعني بدل ما ناخد الموضوع بره سياقه بالكامل، احنا عارفين عندنا مشكله اطباء وعندنا نقص في الاطباء، وعلى فكره نقص الاطباء مش في مصر بس، في كل مكان في العالم، بدعين هو في العالم بيحاولوا يجيبوا الاطباء من مصر عشان هم عندهم نقص. خليك معايا. ما فيش في كل دول العالم، ما فيش في كل دول العالم لعيب بيطلع على الفيديو يقول معظم الاطباء عندهمش ضمير ولقيت الاطباء الصغيرين ده ما بيحصلش. خليك معايا، معانا كابتن احمد حسام ميدو. اهلا احمد، ازيك؟ اهلا بيك يا استاذ عمرو، مساء الخير. ايه الحكايه وايه الموضوع؟ خلينا نبتدي من الاول. طيب طبعا كل التحيه للسيد الطبيب اللي كان بيتكلم مع حضرتك الدكتور ايمن، صح؟ الو. ايوه دكتور احمد، اتفضل يا فندم. دكتور احمد هو رفض ان هو يذكر اسمي، قال لك اللاعب الكره السابق في محاوله منه يعني ان هو كنوع من التحقير للاعبي كره القدم، وده واضح بشكل كبير جدا من طريقه كلامه واسلوبه في ان هو ذكر المرتبات الشهريه اللي بيحصل عليها لاعبي كره القدم مقارنه بالاطباء. وانا هنا هقول له حاجتين. اول حاجه ان انا الاعلامي الوحيد الرياضي والمشهور الوحيد اللي سنه 2018 كتبت تدوينه على تويتر موجوده حتى الان بتطالب بتحسين ظروف اطبائنا وزياده اجور اطبائنا بما يتناسب بالمجهود العظيم اللي بيقوموا بيه، وضربت مثل يوميها بان جوز اختي دكتور مخ واعصاب ومرتبه الشهري الثابت 9000 جنيه وهذا لا يصح، بل قلت على تويتر ان لا يصح ان لاعب كره القدم يتقاضى مئات اضعاف. طب ميدو يعني مش عايزين نخش، ده اللي انا قايله. انا بس بقول لك ده اللي انا قايله، ده نمره واحد. نمره اتنين يا فندم، هو طبعا حضرتك واضح جدا ان هو مش ما فهمش المحتوى بتاع الفيديو كويس. الفيديو انا بقول فيه ان انا راجل كنت في الساحل وحمايا وحماتي في مصر في القاهره. فالناس كلموني قالوا لي يا ميدو المهندس وائل تعبان وبيمر، هو راجل مريض كانسر بقاله 4-5 سنين ولكن حالته بتتدهور بشكل كبير جدا. قلت لهم كلموا الاسعاف واطلعوا على دار الفؤاد. كلمت جوز اختي يعني بطلب منه ان هو يساعدني، فللاسف ما ردش عليا، كان نايم. وجوز اختك ده دكتور؟ دكتور مخ واعصاب في دار الفؤاد. انا عارف كده. دكتور محمد مصطفى. ايوه فاهم. وعلى فكره عائلتي كلها اطباء، بنات خالتي. ليه كان نايم؟ مش حرام يبقى نايم؟ ليه كان نايم؟ حرام يبقى نايم. دي واحده يا دكتور احمد. يا دكتور احمد يا دكتور، مش هنتصيد، عايزين نفهم. علشان خاطري بلاش تحط في دماغكم ان اي حد جاب اقل من 90% فهو فاشل وما بيفهمش. انت مش ده موضوعنا يا ميدو. ماشي يا دكتور احمد، نسمع الراجل للاخر لو سمحت. اسمعني بس للاخر. اتفضل يا ميدو. الناس في دار الفؤاد طبعا ما قالولهمش ان مفيش دكاتره، ولكن وده مش عمري ما قلت كده في الفيديو، لكن الناس ابتدوا ان هم حطوا الحاله على جنب. لا اصل ما ينفعش، اصل لازم نشيك الكوفيد، اصل العزل بتاع الراجل بيموت. فضل نص ساعه على جنب، كلموني قالوا لي بيموت. الراجل بتاع الاسعاف نفسه كلمني وانا هاخده معايا في التحقيق، قال لي الراجل بيموت لازم يمشي، لازم نوديه حته ثانيه. كلمت احد اصدقائي قال لي انا عندي في واحد صاحبي عنده مستشفى اسمها العقاد في مدينه نصر، مستشفى محترمه جدا، هكلمه لك دلوقتي، خلي الاسعاف تتحرك على هناك. ده من 6 اكتوبر لمدينه نصر. لا يا فندم، لا يا فندم، دار الفؤاد اللي في مدينه نصر. يا اوكي تمام يا فندم، شكرا. انا حمايا وحماتي ساكنين في مصر. الفرع بتاع دار الفؤاد اللي في مدينه نصر. وبعدين فكلمه. انما دار الفؤاد كان فيها دكاتره، بس المشكله لا في مفيش دكاتره كبار، ده اللي انا عرفته بعد كده ان مفيش دكاتره كبار. لا يعني دي واحده بس يا ميدو عشان نستجل الامور، يعني الطوارئ فيها اطباء، المستشفى فيها اطباء، لكن مفيش دكتور كبير يعني، ده الحكايه. ومش ده السبب على فكره اللي دار فؤاد قالت ان هي رفضت الحاله عشانه، بس هي رفضت الحاله. طيب بعد كده بقى لما وعايز الدكتور حضرتك بس يراجعني يقول لي الكلام ده. بعد كده لما جينا دورنا شفنا القانون بتاع المستشفيات الخاصه، قال لك ان المستشفيات الخاصه من حقها ان هي ترفض اي حاله بدون ابداء اي اسباب، القانون بيقول كده. لكن وهنراجع القانون ده ونتكلم فيه. المهم الراجل راح مستشفى العقاد، عقبال ما جيت في الطريق الناس استقبلوه، والاطباء الصغار السن المجتهدين المخلصين، الناس ما شاء الله عليهم قاموا يعني بكل اللي المفروض يتعمل، وبشكرهم جدا على المجهود اللي هم بيعملوه وما زالوا بيعملوه. طبعا
كلموا الاستشاريين الكبار في التليفون اللي هم ما بيبقوش موجودين في المستشفى في اوقات الاعياد زي ما انا قلت، وعصامهم فيهم ناس كتيره بتبقى موجوده، لكن المستشفى دي ما كانش حد كبير موجود. وبناء على توجيهات الاستشاريين الكبار، الراجل الحمد لله النهارده لغايه دلوقتي موجود في العنايه المركزه وحالته مستقره وربنا يشفيه ويشفي مرضانا جميعا. بناء عليه انا تاني يوم عملت فيديو. الفيديو ده انا كنت متخيل ان نقابه الاطباء هتبقى طبعا الفيديو، طبعا انا معاك ان انا عمنت وده غلط بالظبط اللي انت قلت ان معظم الدكاتره ما عندهمش ضمير، ودي وانا وانا دي حاجه خدها عليك، وانا بعتذر لكل طبيب يعني مسوا الكلام اللي انا قلته. ولكن انا من يعني من الموقف اللي حصل لي ومن حرصي ان الموقف ده ما يحصلش لاي بني ادم تاني، كنت بعمل فيديو فاكر ان نقابة الاطباء بنفسها اول ناس هيتشعلقوا في الفيديو ده علشان يحاربوا معايا، يحاربوا معايا ان حال الطبيب في مصر يتعدل. ففوجئت، فوجئت ان نقابة الاطباء عاملة بلاغ للنائب العام بتقول فيه ان ميدو حرض على الاطباء. فين التحريض؟ عايزين نعرف مين يعني مين السيد المحامي اللي قال لكم ان الفيديو بتاعي كان فيه تحريض؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، نمرة اتنين ان ميدو سب وقصف للاطباء. فين السب والقصف اللي انت حضرتك بتقول عليه؟ وانهي محامي قال ان الفيديو ده فيه سب وقصف؟ وهنشوف الكلام ده في القضاء. نمرة تلاتة يا فندم اللي انا عايز اقوله حضرتك، اقول لحضرتك عليه، ان النهارده احنا كلنا متفقين والدكاتره والسيد الدكتور حضرتك هو بيتكلم دلوقتي اتفق معانا كلنا ان حال الاطباء في مصر ما يسرش لعدو ولا حبيب، وهو ده اللي مخلي معظم الاطباء انها تسافر وتشتغل بره، ده بشهاده كل الاطباء. بدل ما تحاربني حط ايديا في ايدك في ايديا وحط ايديك دي يا ميدو، يا ميدو قلت ان القطاع الطبي في مصر مهزله، لان احنا وبتكلم يا دكتور احمد يا دي واحده لازم يا دكتور احمد دي واحده قلت ان القطاع الطبي في مصر مهزله، وبتكلم على مستشفيات كبيره، القطاع في مصر بايظ وفاشل، الدكاتره معظمهم ما عندهمش ضمير، لما الدكاتره الكبار يقولوا للدكاتره الصغيرين ما تكلمنيش عشان انا في اجازه يبقى ما يستحقش يلبس البلطو، الناس بتوع القطاع الطبي لازم يتحاسبوا لان معظمهم ما عندهمش ضمير. ده كلام انا بقول لك ان في كلام كتير انا قلته في ساعة غضب من الموقف اللي حصل لي. هو حصل فعلا انه الدكاترة في مستشفى العقاد قالوا له لو سمحت ما تكلمناش عشان احنا في اجازة؟ لا 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 مفيش الكلام ده. احنا انا عرفت بعد كده، عرفت بعد كده ان اللي حصل ان اللي بيحصل في المستشفيات، انا كنت بتكلم بقى بشكل عام، ان اللي بيحصل في المستشفيات ان في بعض الدكاترة الصغيرين بتخاف تكلم الدكاترة الكبار في الاعياد. انا بقى قلت ان مش طبيعي، انا راجل عشت في 7-8 دول في العالم صح؟ فاجازة الكريسماس. طب هو انقذوك ازاي في العقاد اذا ما كانش اتعمل واضح ان هم اتصلوا والدكاتره ردوا والدكاتره تابعوا والدكاتره ودوا عنايه مركزه والدكاتره بيعالجوه لغايه دلوقتي حتى لو هو في الساحل او مش الساحل، وعلى فكره في كل حته في العالم هو الدكتور ما بقاش موجود 24 ساعه بيجي وقت يكلموه يقول له احنا عندنا حاله معينه الاستشاري. لا دكتور عمرو انا عشت في انجلترا 8 سنين لا يمكن ابني اخده مستشفى في انجلترا وقت الكريسماس وما لقيتش الدكاتره موجودين في الامرجنسي على بق يعني جوه المستشفى. لا لا حدد، لا ميدو حدد اذا كانوا موجودين في الطوارئ ولا مش موجودين، لا لان موجودين دي حاجه ودي حاجه. الطوارئ انا اعرف انه دايما الدكاتره موجودين ايوه والدكاتره الكبار موجودين داخل المبنى المستشفى، مش اون كول بكلمه بيجي لي بعد نص ساعه وبعد 45 دقيقه. وانا راجل النهارده انا بس انا عايز اقول حاجه، كم الرسائل اللي جات لي والناس اللي مستعده ان هي تقدم شكاوي في ان هي حصل لها فعلا حالات وفاه وتدهور في حالات ذويهم، عقلك مش هيصدقه بسبب النقط اللي احنا بنتكلم فيها دي. على فكره يا استاذ عمرو انا عايز اقول لك حاجه، انا اسهل حاجه لما يحصل لي حاجه زي دي ان انا اعمل نفسي مش واخد بالي وعادي وموضوع وعدى والراجل الحمد لله عدى في الموضوع وخلاص وخلصنا. طب ممكن ارد على الكلام مركزه والله ربنا دي واحده ميدو، دي واحده ميدو اتفضل يا دكتور احمد. انا بس بتفق مع الاستاذ ميدو في حاجه، ولو في لو حضرتك ما جمعتش الاف شكاوي انا ممكن على فكره اجمع لك تاني الاف، احنا متفقين المنظومه الصحيه فيها مع بعض انا وانت مع بعض
فيها خلل في مصر، فيها خلل تمام. طب انا معاك مش على فكره يا باشا، طب اسمعنا دي واحده ميدو، هنسمع الدكتور احمد. ماشي الكلام ده احنا بنحكي فيه يعني من وقت ما انا اشتغلت نقابه في 2008 واخد بالك، وبنحكي فيه. وعلى فكره يا استاذ ميدو معلش حضرتك يمكن مش متابع، لا حضرتك مش اول اعلامي ولا اول حد يتكلم على الاعلام الرياضي ولا رياضي على فكره، في ناس كتير جدا جدا تكلمت، وانا ممكن اجيب لحضرتك الحاجه زي كده. فالمهم يا باشا احنا متفقين على المنظومه الصحيه فيها خلل في مصر. انت حضرتك بتقول في انجلترا، انا بقول لك هات طبق الوضع الصحي كله في انجلترا زي مصر، وانا موافقك. مفيش في انجلترا حد بيطلع بيشتغل الصبح في المستشفى الحكومي وبعد الظهر في العياده وبقى بالليل في المستشفى الخاص، مفيش كده في انجلترا. في الراجل بيشتغل يا في حكومه يا بيشتغل في خاص، بياخد قدره. انا ما حقرتش يا استاذ ميديو لا من لاعب كره قدم ولا من فئه، عامل القمامة مهم زي الطبيب زي حضرتك زي المهندس. لو غاب من حضرتك ما رضيتش تذكر اسمي ليه؟ رغم ان حضرتك عارف اقول لحضرتك ما رضيتش اذكر اسمي. اقول لحضرتك ما ليه؟ اقول لحضرتك ما اذكرش اسمك ليه؟ على النقابة ليه؟ على موقع النقابة، على موقع النقابة. لا ودلوقتي اسم حضرتك بتتكلم وانت بتتكلم مع استاذ عمرو رفضت ذكر اسمي ليه؟ قول لي ليه؟ يا فندم انت اهنت أطباء مصر، معظم أطباء مصر، ودي جزئية على فكرة. واللي أهان معلش مع احترامي أيا كان فئته ووضعه، إحنا زي ما أنتوا بتحترموا لعيبة الكرة بتحترم نفسها وزي ما المهندسين بيحترموا نفسهم، نقابة الأطباء قامات على رأسها كده قامات. لا يصح، إحنا بنتفق مع سيادتك أن يهان، لا يصح أن يهان معظم أطباء يا فندم. الحقيقة أروح أكمل بس أكمل أقول لك ليه لم تذكر على فكرة نقابة الأطباء، عشان في ناس فسرتها أن هي خوف. لا، لأن ما يصحش أحط اسم على صفحة نقابة الأطباء أهان معظم أطباء مصر، ما يصحش أيا كان وضعه. والله أيا كان وضعه. طب ما خلينا نتكلم في الموضوع نفسه، عايز تيجي نناقش الموضوع، عايز تيجي نناقش الموضوع، عايزين نتكلم في الموضوع نفسه. يعني انت يا دكتور احمد بتقول لي استاذ عمرو، تعالى مع استاذ عمرو يا استاذ ميدو. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. انت عايز تعالى في نص ساعه هجيب لك اساس المنظومه الصحيه اللي هي مش يا دكتور احمد، يا دكتور احمد نحن نعلم، نحن تبقى يا استاذ ميدو، تبقى يا استاذ ميدو فعلا قد المعركه زي ما بتقول، والطالب اللي مسؤول فعلا، والطالب بمحاسبه المسؤول فعلا. عارف اقول لك مين المسؤول ده؟ عارف اقول لك مين المسؤول ده؟ عارف اقول لك مين المسؤول ده؟ وزير الصحه، رئيس الوزراء، رئيس الجمهوريه. طيب ممكن اقول المطالبه، ممكن اقول المطالبه ده. لا هنسمع. لا يا جماعه، يا دكتور احمد، يا ميدو هنسمع. خد هذه المعركه يا استاذ ميدو يا جماعه، هنسمع بعض. انا بقول لك على الهوا تقدر تاخدها، انت طالع في فيديو بقول لك خد معارك. انت دي واحده يا ميدو. خد من انت يا فندم. اول واحد على حد ميعاد على الهوا مع الاستاذ عمرو اديب، تعال حدد ميعاد مع الهواء. وانا راجل طبيب ليس لي سند ولا اروح معاك مكتب رئاسه الوزراء بكره. لا يا باشا، لا في الاعلام يا باشا، قال لك ان ميدو بيخاف من حد، انت ما تعرفش الاعلام، ما تخافش من حد حتى لو اتجنن. يا باشا تمام، ده الفل، حدد ميعاد. وعلى فكره اول ما كلموني عشان يساعدوني مكتب رئاسه الوزراء، اقسم بالله ان مدير مكتب رئاسه الوزراء كلمني. يا دكتور احمد، حدد ميعاد مع الاستاذ عمرو على الورقه. اول واحد هاجي معاك انا وعمرو اديب اللي انت تاخد المعارك معاهم، ونشوف مين المسؤول. يا دكتور احمد، يا دكتور احمد، انا قادر على المطالبه بمحاسبه المسؤول الحقيقي، وبقول لحضرتك يا ريت انت تبقى قادر معايا على خوض. انا بقى بقول لك ان انت كده بتتكلم في الصح. حط ايدك في ايديا، حدد ميعاد يا باشا، علشان ميعاد دلوقتي على الهواء. الاخر اللي بيعاني من كل ده المواطن البسيط، مش اللي معاه فلوس. مش ميعاد على الهواء عشان ده مش هيحصل يا فندم، اقسم لك. يا دكتور، يا ميدو، انا مش هتعامل معايا مداخلات تاني. حدد ميعاد على الهواء مع الاستاذ ميدو عشان نجيب الورق ونناقش مشكله المنظومه الصحيه. استاذ عمرو، خد لنا ميعاد في مكتب رئاسه الوزراء، وانا لو ما روحتش ووقفت بنفسي قلت نفس الكلام، اقسم بالله، اقسم بالله رئيس الوزراء. احنا بنعيد ليه الكلام يا باشا؟ احنا على الهواء. انت ما رحتش مكتب رئيس، احنا سامعين الكلام. ما رحتش اشتكيت في مجلس الوزراء يا استاذ ميدو، انت طلعت على الهواء. خلينا على الهواء قدام الناس. انا بقول لك يا باشا تعالى نحكي. يا ميدو لو سمحت. يا استاذ احمد، دي واحده يا ميدو لو سمحت. يا استاذ احمد، يعني انتوا كنقابه اطباء عارفين انه في مشاكل واضحة في العناية الصحية في مصر، وهذا أمر يعني احنا ما بننكروش وعارفينه، زي ما في مشاكل في ممكن في التعليم، في مجالات كثيرة. يعني ما بنقولش ان احنا لا في سويسرا ولا في انجلترا،
ايه المشكله ان مواطن يطلع يشتكي؟ انما دي يا ميدو يا ميدو لا يا ميدو بس تشتكي تشتكي في الصح تشتكي يا ميدو يا ميدو اللي مسؤول انت يا دكتور احمد. انا بستغل القوه اللي عندي ان انا راجل في ناس متابعاني على السوشيال ميديا بالملايين وفعلا رسالتي وصلت للمسؤولين وحط ايديك في ايديا عشان انا وانت نحسن القطاع الطبي. يلا يا باشا يلا بس يلا بس على الهوا زي ما انت طلعت على الهوا. طب يا باشا حدد ميعاد. ما انا بقول لك يا باشا حدد ميعاد يا دكتور احمد يا دكتور احمد عشان نستفيد بس. يعني انت بتقول لي ان انت ان انتوا كنقابه اطباء تعلموا انه في اوقات كثيره انه ممكن مريض يروح مستشفى وما يلاقيش طبيب. هل انا فاهم صح؟ مش طبيب عادي لكن طبيب. لكن يلاقي دي واحده يا ميدو يلاقي خدمه غير جيده يلاقي خدمه غير جيده انا معاك يلاقي خدمه غير جيده. واحنا على فكره احنا بنمرض على فكره واهالينا بتمرض في تدهور في المنظومه الصحيه ما حدش ينكر. لكن المنظومه الصحيه بايظه وفاشله ومعظم اطباء مصر ما عندهمش ضمير. ده مش حقيقي. يبقى معلش وزير الصحه كده يبقى يركن وتقفلوا المستشفيات واحنا تجيبوا الاستاذ ميدو وتجيبوا الناس اللي بتفهم في الطب تعالج الناس. وده لا ما بنفهمش في الطب يا دكتور يا دكتور يا دكتور لو سمحت بتقول يا باشا دكتور كبير ودكتور صغير. لا يعني هو واضح. لا يا دكتور احمد يا دكتور احمد يا ميدو يا دكتور احمد يا دكتور احمد واضح انك قلت من دقيقتين نفس الكلام اللي قاله ميدو تقريبا. ايوه طيب هو مش كل مين يا فندم فيها تدرج. مين مين المسؤول عنه يا فندم؟ مين اللي مسؤول عنه؟ ايوه حط ايديك في ايديا حط ايديك. هو الراجل كمان يا دكتور احمد راح مستشفيات خاصه. انا عايز اسال ميدو سؤال. انت ليه ما رحتش اي مستشفى حكومي؟ لان انا ما يعني الطبيعي يعني انا مثلا المستشفى القريب من يعني مثلا لما اكون في الساحل حصل كذا موقف طلعت على مستشفى العالمين. لا يوميها كان في طوارئ وناس متعوره وعربيه مقلوبه وبتاع كانت الدكاتره موجوده وقبل الدور واشتغلوا وكله تمام. والله يا عمرو ما اعرف مستشفى حكومي جنب بيت حمايه وحماتي. انا امي جالها كورونا وقعدت في العزل في مدار الفؤاد اسبوعين كاملين والناس كانوا على افضل مستوى وعلى احسن مستوى. فعشان كده اول مستشفى فكرت فيها دار الفؤاد. انما انا والله ما اعرف مستشفى حكومي. لو اعرف اروح انا يعني انا الحاجات بقى التفاصيل اللي هي المشاكل اللي انا عرفتها بعد كده انا برضو مش ملم بيها كمواطن. يا دكتور احمد يا دكتور احمد انا عايز بس نقابه الاطباء برضو تفصح صدرها شويه. هو الراجل كان في وضع تحت ضغط ويعني لا هو دلوقتي اعتذر وقال انه لا يقصد بالظبط ما يقول. اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه اكبر كتير من ميدو وحما ميدو والحواديت دي. احنا عايزين نبص في المنظومه كلها ونضمن انه مش ميدو بس. اي مواطن في مصر يكون ميدو او لا ميدو يقدر يلقى عنايه صحيه ويقدر يدخل طوارئ في اي مكان وقرار رئيس الوزراء بتاع 48 ساعه في اي طوارئ تقبله كل هذا الامر. ونشوف حكايه القانون اللي محطوط ان المستشفيات الخاصه من حقها ترفض الناس بدون ابداء اسباب. مش من حقها ترفض الناس بدون ابداء اسباب في اي حالات طوارئ. مش من حقه يرفض الناس حاله طوارئ. لا طيب ده مش صحيح. قول حماية كان بيموت كان بيموت. انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك الحالات اللي بعتها لي بيرفضوا استقبال الحالات لما بيكون حاله خطره وخايفين ان هم يستقبلوها. يقول لك ما شالش قرف غيري وما خدش ريسك على لا يعرف ليه. ما هو الناس اقسم بالله بعد الشر على حماك يا ميدو. هو الناس لما بتموت في مستشفيات يا ابني. ما هو عادي هو بيستقبل كل يوم ياما ناس ممكن يموت فيهم. دي يعني مسائل بتحصل. اقسم بالله ان احد الاطباء بعت لي رساله معايا سكرين شوت منها هبعتها دلوقتي لفريق الاعداد اعرضها. قال لي احنا ما نشيلش قرف حد. انا ايش عرفني الحاله اللي جايه لي دي كانوا شغالين فيها ازاي. وبقول لك احد الاطباء والدكاتره يعني ده واحد بس. احنا كمان في حياتنا ميدو شفنا دكاتره كتير شالوا مش قرف شالوا جثث شالوا اشلاء شالوا. احنا ده احنا بنشوف كل يوم يا ابني الكلام ده. ازاي بقى على الحاله دي؟ بس هو لو يا استاذ عمرو في جزئيه بيقولها الاستاذ ميدو صح. هو لو مش على الحاله دي يا استاذ ميدو فكلامك صح. في حاجه اسمها الطب الدفاعي دلوقتي بقى تتطبق في مصر نتيجه اتهام الاطباء ونتيجه التعدي على الاطباء وضرب الاطباء. يعني بيرفضوا بعض الحالات يا دكتور. يعني بيرفضوا. انا بقولها لك. انا اللي بقولها لك يا باشا. احنا ماشيين على موقع النقابه. هو ما حدش يا فندم.
يا باشا ثواني دلوقتي، هو حضرتك دلوقتي انا كطبيب اجي انقذ حاله واخلي بالك، وبعد كده لا قدر الله تحصل فيها حاجه ضرر طبي؟ لا لا لا, لا يا دكتور احمد، يا دكتور احمد يا دكتور احمد، مش كل يعني اقصد ده دي مش ظاهره عامه، دي مش كل مره بتحصل اي حد يموت في ايده حد بيتضرب، مش كل مره بس ايه ده، بس انا عارف انه بيحصل وفي مستشفيات اللي بيموت يا عمرو، في مستشفيات اتكسرت انا عارف والله، بس البني ادم اللي بيموت انا عايز اعرف ذنبه، راجل بيموت او شكل بقى ظاهره، طفل بيموت بقى ظاهره، التعدي بقى ظاهره يا استاذ عمرو، التعدي بقى ظاهره، التعدي واتهام الاطباء بقى ظاهره، احنا بقى لنا 7 سنين بالنادي باصدار قانون المسؤوليه الطبيه، اساله في مجلس النواب ليه محطوط في الدور؟ طب كل دول العالم دكتور يا فندم، ده اليمن اللي فيها على العموم يا استاذ يا دكتور احمد، اظن انتوا فهمتوا موقف ميدو كويس، وده مواطن كان تحت ضغط وبيتقال له على التليفون ان الراجل بيموت، وانا عارف الناس في مصر لانه الاشياء ما بقاش فيها حواجز، يعني المواطن بيبقى واقف على الطوارئ، واقف جوه ايده في ايد واحد وايد، يعني المفروض بره انت بيخش الراجل ده انت بتنقطع، يعني انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل جوه، انت ما بتشوفش، انما في مصر احنا بنبقى متدخلين قوي وفجاه بنبقى دكاتره ونقول له هو النبض قد ايه ومش عارف صحيح. ايوه يا دكتور صحيح. فلان اي علان بتبقى طريقه مش يعني علميه قوي اللي بتحصل. بتمنى على حضرتك يا استاذ عمرو والاستاذ ميديا ان تخصص حلقه نناقش فيها مشاكل منظومه الصحه بوضوح. حلقات شكرا 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 الدكتور احمد حسين ميدو، يعني هم عندهم جزء من الحقيقه وانت معاك جزء من الحقيقه، فنرجو ان احنا نمسك في الجزء زي ما انت قلت ان انت هتناضل علشان يقدر الناس تستفيد من بعدك، ولكن في جزء برضو حقهم انه كتير من الاطباء، وانا بحترم جدا اعتذارك، عندهم ضمير وبيشتغلوا وبيتعبوا وبيطلع عينهم وكل حاجة زي كل الناس اللي بتشتغل يعني. تمام؟ يعني مرة تانية بعتذر لأي طبيب يعني ممكن يكون كلامي أضر بي بأي شكل من الأشكال، لأن أنا في النهاية أنا راجل كل اللي يهمني إن أنا أعمل هايلايت أو تركيز على موقف حصل يمكن ياخدنا خطوة لقدام بس. أكيد أكيد.